كبير يا مراهد. تلمام اضر كما كنت. تلمام اضر الى الاولى. ايه الدوران للخلف. الخلف وسيلة تقاقر على الشمال. معتدل خرش شمال يمين شمال يمين شمال يمين. دوران للخلف للخلف شمال يمين. مين بالثلاثات لليمين. رايح فين يا عسكري؟ رايح فين يا عسكري؟ يا فندم هم غلطانين اصلهم سابوهم. ابو نفذ وقفت مع الندى ونفذ مظبوط. ده الخلف الندى مش ليك يا عسكري، ده للفصيله. خلف دور انت. اقف ثابت يا عسكري رجب. مش سامع حاجه خالص؟ انت مش مخك معانا؟ لا اقف. ده الخلف محلك بالخطوه السريعه يا عسكري رجب. اجري الفصيلة تتقدم لليمين على اليمين. حضر ثابت على اليمين. حضر بص يمينك. لا لمام حضر كما كنت. لا لمام حضر كما كنت. لا لمام حضر كما كنت. لا لمام حضر. حرك الشمال بالثلاثات. للشمال على الشمال. الشمال لف معتدل حرش. اصل دليل الشمال طول دليل اليمين. قلت هذا مع بعض. ارفع ايدك فوق. شمال يمين شمال يمين. رايح فين يا عسكري يا رجب؟ ايدك الشمال فين يا عسكري يا رجب؟ سلاح قف عسكري رجب الخلف دور سريعا. ارش يا عسكري مش عارف ايدك الشمال من ايدك اليمين. خلص تنظيم قف. مش عارف الطابور؟ ايوه غلطت اخر مره هندخلك المكتب محظوظ. انا اسف يا فندم اخر مره. حاضر غلطت تاني مره. حاضر يا فندم. دوران لليمين لليمين. هر ها يا عسكري بقول لك اعمل اليمين دوس اعمل الشمال دور لليمين. هر وانت عند هنا مش عارف ايدك اليمين الشمال. فين ايدك اليمين؟ اليمين فين الشمال؟ اهي طب لخبطهم كده اعملهم كده في بعض. اهم يا فندم. اه ثابت. فين ايدك اليمين ولا الشمال فين؟ انت لخبطتهم يا فندم. يا عسكري ايدك اليمين اهي. ايوه لازم خلاص الدور دوت على ايدك اليمين دي بفوق. لا اليمين هر لا الشمال هر لا اليمين هر لا الشمال هر لا اليمين هر. محلك يا عسكري اجري خطوه ثانيه. اجري يا عسكري. صراخ بالطابور. صراخ بالسرايا. صراخ بالفصائل. يا رب اليمنى ام اليسرى؟ اظن يا شيخ عبد البر التقاعس بالارجل الشملة. الفصل الثاني الدوران بالعدد. يدور العسكري الى اليمين على عقب الرجل اليمنى اليمنى واصابع القدم اليسرى اليسرى وذلك برفع عقب القدم اليسرى واصابع القدم اليمنى. انت اخيرا. لو كنت لازم تقرا في سرك. لو قرات في سري لن افهم شيئا. ليه؟ هتفهم بعقلك ولا بوجهك؟ انا حر افهم كما اريد واشتهي. الكلام ده لما تكون لوحدك مش تصدع لنا دماغنا؟ بعد اتمام الحركه الاولى يجب ان تكون القدم اليمنى مبسوطه على الارض وتكون عقب القدم اليسرى مرتفعا وكلتا الركبتين مستقيمتين والجسم منتصبا وكله مرتكزا على القدم اليمنى. إلهة خمد يا شيخ. اثنين مع ثانية مفصل الركبة اليمنى قليلا وتنقل القدم اليسرى من الرضع يعني القدم اليمنى. الفصل الحادي عشر. الفصل الحادي عشر. وكل ده عشان اخلص من شوشو. هي شوشو كانت وحشة؟ ده انت بكرة هتبقى عسكري عال وتبقى في الجندية ممتاز. ده انا نفسي حاسس اني هبقى عسكري كويس ويمكن يجي مني. الفصل الثامن والتسعون. رفع السلاح عن الارض. رفع السلاح عن الارض. رفع السلاح عن الارض. رفع السلاح عن الارض. انت عبقري.
شاويش. شاويش انا مش ممكن اقدم استقالتي من هناو. امال صحيح ممكن قوي بعد 5 سنين ان شاء الله. البس. انت عسكري. اصحى عسكري. اركب الهوا. اثبت هنا ما فيش ركوب هوا. هنا في نظام وفي عسكريه. ما سمعش النوبه؟ معلش النوبه يا شاويش، اصلا انا ما نمتش طول الليل. ليه؟ اصل العسكري عبد البر ده طول الليل عمال يقرا لنا في تراويح عسكريه. انزل البس ما تعرضش نفسك للجزا. معلش والنبي اصلا انا رجلي مقفقفه. ضرب السريع تعني بسرعة ضرب النار في دفئة التنشين. بنادق طلقات صامتة، أقراص تنشين، أشكال هيكلية، معلومات للمعلم. ثبت الأشكال الهيكلية على مسافات حتى 300 متر. ألك ألك ألك. يتقدم التدريب، يختبر كل جندي بوقت فرصة التنشين. مش بطال، نشن أحسن عشان تضرب في السوادة نفسها. يا مرسي يا أبا العباس. بعدين معك عسكري، نشن فوق شوية. حاضر يا فندم. خلي النشان على السواد يا عسكري. انت ايه ما بتشوفش؟ والله يا فندم هو احسن، انا اضرب الاول وبعدين ترسموا السواد فوق الضرب على مهلكم. عشان اكتب لي جواب لناديا. ناديا. ولقد انتهينا بعونه تعالى من التدريب بنجاح استرعى الانتباه، وسننتقل بعد ذلك الى مدرسة فن البحر، وعشان كده ادونا اجازة 12 ساعة تبتدي من الساعة 2 يوم الخميس، يعني 2:30 تبص من الشباك تلاقيني على الباب. قوليلي يا اختي كفاية كده ولا ايه؟ عال قوي ده غدا معتبر.
كنت عايز اعمل صينيه كنافه ما لحقتش. حلو قوي كده يا اختي، ده غدا يشرف ويملى العين. اهو منقدم السبت لا لحد قدامه. وحياتك الا بكره يقدم الحد والاثنين والثلاث، ده قايم نايم يحلم بالست ناديه ومستني على جمر ساعه القبول. وحياتك ما تنسيش تبقي تقولي له يلغيها على الغدا، حكيم الملغيه تفرح البنات. عينيا الاثنين. اهلا بسنيورتي، اسم الله يعز الحبايب. يسلم ايديك يا ماما. كله علشان عيونك، هي مامتك لها اللي ساعدك وهناك يا حبيبتي. انا متشكره قوي على العزومه الحلوه دي، لكن انت عرفتي منين انه جاي النهارده؟ ماما اللي عزماه. عزماه؟ عزمه مين؟ العزومه دي مش لرجب؟ لا مش لزاب، ومين يعبره ولا يصبره ده؟ طب كفايه بقى، ان شاء الله ينكفي على ملا وشه ما يوعى ولا يستوعى. غريبه قوي يا اختي على الشابه دي وعلى حبها الرجب. يوه المعلم وصل. المعلم يا صلاه النبي احسن. يا حرامي ايه اللي حدفك علينا الساعه دي؟ ترمي الرمل وراجع امتى يا ولية؟ هو انا لسه وصلت؟ يوصلك القضاء المستعجل يا رب. عارفه انك فيكي ملامح من المتر اليوز. اهلا 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 اهلا، الحمد لله على السلامه. شويش الله يسلمك، نورت البيت. البيت نور بوجودك يا حضره الصوت. ازيك يا راجل؟ الحمد لله. وحشتينا قوي. ان شاء الله ما تشوفيش وحش. ما تشوفش وحش ازاي وانت واقف لها في وشها؟ وبعدين بقى في الحرمه الاسيويه دي. معلش يا راجل معلش، انا عايز اسمع منك كل حاجه، عايزك تحكي لي على كل شيء. اهلا 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 اهلا. باين عليه المعلم. يا صلاة النبي اتفضل يا معلم اتفضل. اهلا رجب، ازيك يا ابني؟ الله يخليك. مبسوط؟ الحمد لله. ابن اخويا يا معلم عباس، شوف بقى ازاي. بقى ازاي؟ ما زي ما هو. ايه اللي زاد عليه البدلة؟ ده حتى لو لبسوه بدلة قبطان برضه شكله يموع النفس. انا وياك، لا الوحش بيحلو ولا الزفر بينضح. السفرة جاهزة، اتفضلوا يا جماعة. ايوه اتفضلوا. اقعد جنبي هنا يا رجب. سقعوا اتفضل يا معلم اتفضل. مؤاخذة يا معلم عباس، الست مكسوفة قوي، اصل يعني الاكل مش قد المقام. كل ده ومش قد المقام؟ اكلة بشبع لو تقدر تهضمها يا ريس رجب. ههضمها، انا لسه شباب وفي العسكرية. ما تتفضل يا معلم، انت عايز عزومة ولا ايه؟ بيتك ومطرحك. ده العاشم برضه، واللي يتعاشم في وجه الله يكرمه. ده اكرامك فرض واجب، على راي المثل ما يجي من بعد خيرك. ده الحبه اللي بقعدهم هنا ما بسمعش سيره غير سيره المعلم عباس وخير المعلم عباس والفرح اللي هيفرحه المعلم عباس. ده ضروري وعن قريب. رجب قمت ليه يا ابني؟ ما تكمل اكلك. ياكل بعدين، سيبه يقول. الناس تقول كلام حلو على الاكل، مش تقول كلام زي الدبش. يا اخي دبش لما يفتح نفوخك منك له. اتفضل يا معلم ولا يهمك. وانت ناوي تاكل ولا تفصل؟ اديني باكل. كل كمان. قمت ليه يا راجل؟ ده بيتك وخير عمك، كان حقك تقعد وتغصب، واللي ما يعجبوش يطق من جنابه. يا ست انا هحارب في بيتكو ولا في الاسطول؟ ما تخليش حد يتحداك ويفتكر انه غلبك. وعلى ايه؟ ده انا جاي يوم زياره ومسافر، لازم اعتمل لكم الدنيا. ولا يهمك، ما دام انت عارف شعوري من ناحيتك. ما هو ده اللي هيجنني، انا وانتي وعمي قلبنا واحد ونيتنا واحده. وصول التكتيك المظبوط ان احنا نعمل هجوم مفاجئ على المأذون عشان نخليها امام الامر الواقع. انا ما عنديش مال. يعني الاجازه الجايه ننفذ الخطه؟ ايوه. ربنا ما يحرمنيش منك يا ناديه. اشوف وشك بخير. مع السلامه. انا ماشي. مع السلامه. أنا ماشي. مع السلامة. أنا ماشي مع السلامة، اديني ماشي. أتفز. نمرة اثنين. سعد. أتفز. نمرة ثلاثة. سعد. أتفز. أربعة. سعد. أتفز. أسعد. أتفز. أسعد. أسعد. أسعد.
رجالك اسالك. حاضر. اجري شويه. اجري شويه. هلا عسكري رجب. يلا. اقفز. يا مجوز عسلك. سرحان فيا يا رجب؟ ايه عقبال ما ربنا يهديك وتسرح زي يا منير. انا خلاص هتجوز. تتجوز؟ طب وانت عارف انك عشان تتجوز لازم يكون عندك تصريح من قائد؟ قائد؟ ومين اللي قال الكلام ده؟ انا كمان كنت هتجوز شوشو الجمعه اللي فاتت، بس المأذون قال لي لازم اجيب تصريح من قائد. انت تتجوز؟ ايوه يا رجب، انا اتغيرت خالص، البحريه غيرتني. مش قلت لك؟ اسمع، احنا بكره نروح لحضره القائد وناخد منه تصريح بالجواز. يا ريت، بس مش ممكن. مش ممكن ليه؟ انت ناسي ان احنا طالعين بكره زياره لوحدات الاسطول؟ يا نهار اسود، عدم المؤاخذه، الواحد قاعد زي الاسطول. يلا بينا. يلا. نعم يا معلمي. عملت ايه مع المحال؟ كل خير. اعلان الحجز اتكتب قدامي، والرسوم اتجدرت على 150 جنيه ودفعتوله، وزمان تتورد المحكمة. اه. يعني جانب المحضرين هيحدد ميعاد للبيع النهارده؟ ايوه يا معلمي، وكلها كم يوم وتشوف بعينك المحضر داخل بيت المعلم حنف. عشان يتربى. وإذا عارض في الجواز بعد كده هنفرجوه أكتر من اللي شافه.
اتفضل. خلي الصورة دي معاك عشان تعرف ميعاد البيع. ربنا مش هيجيب بيع إن شاء الله. إن شاء الله. وأحب أفهمك إنك مسؤول عن المنقولات المحجوز عليها دي، لأنك ماضي على الحراسة، فأي تصرف فيها يعتبر تبديل. ربنا هو الستار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا رب. يا حسني يا مصطر يا حسرة وسطي، جبت لي المحصن والعسكري في البيت فضختني في وسط الحتة مش تريحت. أدي عليك بإيه يا حلف يا ابن فطومة؟ ادعي ربنا يفرجها علينا وننستر يا ولد. ما هو فريكها واحنا اللي بنتبطل، بعت لنا الخير لحد ضرنا واحنا اللي بنرفضه برجلينا. انت بعد كده هتكسب ولا هتشوف خير؟ يا وليدة الله، دي حتة بنت واحدة اللي حيلتني، نطفي بايدينا نور عينيني. اكتم على وشي يا اخواتي، ما لما تتجوز عباس وتلبس احسن ملبوس وتاكل اللي تشتهيه النفوس، يبقى معناها بنطفي نور عينينا؟ طبعا. وتطبعها على كيفك؟ انا مش شايف سعادتها يا عباس، روحه مش موافقه روحها، كلامه وافعاله ما بيعجبوهاش. ما هو انت السبب، هي كانت سمعت منك كلمه حلوه عن عباس ولا شكرانيه في انسانيه عباس ولا حبتوش؟ ما هو الاثنين كانوا قدامها وعلى المكشوف، هي بس حكايه كلام. انت بتكره بنتك وبتحب ابن اخوك ومخلصك تتذبح قدام عينيك ولا تمدش ايدك وتحش السكين على رقبتها؟ اني ايوه انت، وهي السكينه طالتنا علشان تنبسط انت وابن اخوك. بلاش من ابن اخوي، الامر لله، جوزيها يا ست العباس الزفر. اهجا اول ما توصل كلمها. صباح الخير يا بابا، اما انا عندي لك اخبار مدهشه. خير يا بنتي؟ طول بالك بس يا بابا، الجواب ده فيه تلات اخبار كل خبر احلى من التاني. اولا رجب خلص مدرسه فن البحر، ثانيا هيستلم شغله على مركب قريب، ثالثا قدم طلب بالتصريح بالجواز، واول ما هيستلم التصريح هيطلب اجازه وحي عشان نكتب الكتاب. ما قلتليش يا بابا مبسوط ولا لا؟ مبسوط يا بنتي مبسوط. ولما نكتب الكتاب هنخلص من رزاله الزفر، ويا ريت يا بابا تشوف لنا شقه بعيد عن هنا ونعزل فيها. الله، انت في حاجه مخبيها عليا؟ لا بس كان بدي نقولولك. اتكلم بسرعه، عاوز تقول ايه؟ كان بدي نقولولك مبروك وعلى بركه الله. هو ده الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه؟ مش قادر، قولي لها انت. ايه اللي حصل يا ماما؟ اتحجز علينا وهيتباع عفشنا بعد 15 يوم وهنتحدف في الشارع. ومين اللي حجز علينا؟ المعلم عباس، له عند ابوكي 150 جنيه من زمان ما رضيش يطالبه على اساس انه هيناسب، ولما ما لقاش من حضرتك ريق حلو ولقى ابوكي من صفك قال لما اجيب بوسهم الارض يمكن يعقلوا. 150 جنيه؟ وابويا هيجيب منين 150 جنيه؟ ويا ريت على الحجز وبس. في ايه تاني؟ المراكب اللي كان ابوكي ماجرها من عباس، خدها منه وقعد في البيت، لا شغله ولا مشغله. والحل ايه؟ مفيش غير حل واحد اتفقت انا وابوكي عليه، ما قدرش يقولهولك. ايه هو؟ تتجوزي عباس الزفر. واذا اتجوزت عباس يتنازل عن الحجز؟ ويرفع الحجز عنه ويساعده بالفلوس وتبقى عشتنا حاجة حلوة. إن ما كانش كده قليل المطلقة أبوكي ومات فيها. تحت أمركم، اعملوا اللي انتوا عايزينه. أهدي دلوقتي بنتي وحبيبتي.